1500 مليونير جديد يومياً، هذا ما تسببت به مكاسب بيتكوين القوية خلال الأيام الماضية. سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم، سجل رابع مستوى قياسي له خلال ستة أيام فقط. ووصل إلى 73177 دولارا للوحدة الواحدة أما الأسباب فأبرزها كان إطلاق صناديق استثمار البيتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة في الحادي عشر من يناير الماضي حيث جذبت تلك الصناديق نحو عشرة مليارات دولار منذ إطلاقها كل ذلك ساهم في تحويل آلاف المستثمرين إلى مليونيرات خلال أيام قليلة ففي الأول من مارس الحالي وحده تحول ألف وواحد شخصا إلى مليونيرات بسبب استثمارهم بتلك العملة الرقمية، فيما يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع سعر البيتكوين لتصل إلى نحو ثمانين ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.